الهيئة الوطنية للانتخابات بكامل تشكيلها ومن خلفها قضاة مصر تفخر بأن تحمل على عاتقها هذه المسؤولية الوطنية الجسيمة. تتعهد للمصريين بأن تبقى أهلاً للأمانة وموضعاً للثقة، وأن يكون نتاج عملها محل تقدير واحترام في الداخل والخارج. كما تعد الهيئة أبناء أمتنا الأعزاء بأن يخرج المشهد الانتخابي بالصورة التي تعكس قدر مصر ومكانتها، وأن يشهد الجميع بنزاهته وحيدته.